كلهم يطلعوا كلهم يطلعوا يوم عم السيف كلهم يطلعوا. من دون أي خيار أو قدرة على الرفض اصطف الأولاد الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات واحداً إلى جنب الآخر كما أمرهم جنود الجيش الإسرائيلي، والخوف يعتلي وجوههم. أعمارهم الصغيرة كما دموعهم البريئة لم تشفع لهم، فجنود الجيش الإسرائيلي الذين أيقظوهم من نومهم وقطعوا عليهم أحلامهم الجميلة عندما أجبروهم على مغادرة أسرتهم كانوا يبحثون بينهم عن راشقي حجارة بحسب ادعائهم. ولتكتمل صور الترهيب الإسرائيلية بحق الأطفال، أوعز الجنود تجميعهم لالتقاط صورة جماعية لهم من أجل حفظ وجوههم لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية وطلبوا منهم الابتسام. في تصوير إشكالي أرسل جنود الجيش الإسرائيلي إلى منزل في الخليل للبحث عن راشقي الحجارة. الجنود أيقظوا أطفالا صغارا وأخرجوهم من أسرتهم في منتصف الليل وطلبوا منهم الوقوف لأخذ صورة جماعية، وحتى أن الضابط الذي كان في المكان طلب منهم الابتسام. هذا لا يبدو جيدا، إنه وضع معقد يقف فيه الجنود من جهة مقابل نحو 15 طفلا على الأقل بعمر صفوف الروضة والابتدائي. هذا ليس وضعا مريحا لأي أحد. بعض الأولاد كان مرعوبا وانفجر بالبكاء، وقد تم تصويرهم خلافا لرغبتهم، كما أن الضابط طلب منهم الابتسامة عندما قال لهم تشيز. تصرف الجنود هذا يأتي في إطار تفعيل الجيش الإسرائيلي لنظام التعرف على وجوه الفلسطينيين الذي يعرف بنظام الذئب الأزرق، والمستخدم منذ نحو 2 عامين في الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية. نظام يقول خبراء إسرائيليون إن هدفه الأساسي الترهيب وخلق مشاعر الملاحقة والخوف والخضوع والضعف لدى الفلسطينيين، ويؤكدون أنه ليس هناك أنجع من جندي مسلح يقف فوق رأس طفل نائم لخلق هذا الشعور.